أهلا بكم من جديد. اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية هذا اليوم تجمع الخان الأحمر المهدد بالإخلاء والهدم شرق القدس المحتلة. كانت قوات الاحتلال قد سلمت في وقت سابق سكان الخام اختارات لهدم منازلهم بأنفسهم وتنفيذ الإخلاء بشكل ذاتي حتى موعد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل. وقد نددت جهات فلسطينية رسمية بخطوة الاحتلال واعتبرتها محاولة للتحايل والتملص من مسؤولية جريمة الإخلاء القسري الذي ينوي الاحتلال تنفيذه في المنطقة. كما أعرب سكان تجمع الخان الأحمر عن رفضهم القاطع للهدم الذاتي، وأكدوا تمسكهم بموقفهم الرافض لإخلائه وترحيلهم منه. الاحتلال خلاص بدي نفذ اللي في راسي، يعني ما فيش أجهن ورمل اليوم على باب المدرسة وعلى السكان، وراق أنه خلاص بدكم تخلوا المنطقة من هلا 11، وقرار اذا انتم ما هديتوا بيوتكم بديكم احنا راح الاحتلال يتصرف، الجيش يتصرف. لا لا بهد زي ما بده. لا يمكن ان نطلع من هان الا غير معركه قويه، وان شاء الله اننا ما نطلع. حتى لو هدوا راح نبني، حتى لو هدوا مره ومرتين راح نبني. ينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعيه من مقر اعتصام اهالي الخان الاحمر عبد الله ابو رحمه، منسق حمله انقذوا الخان الاحمر. اهلا بك معنا سيد عبد الله. قوات الاحتلال تمنح سكان الخان الأحمر مهلة حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل لهدم منازلهم بأيديهم. كيف كانت ردود الأفعال على هذا التهديد؟ نعم، ردود أفعال متنوعة، سواء كان ذلك على صعيد المواطنين الساكنين في الخان الأحمر والذين عبروا عن رفضهم لأن يقوموا هم بهدم ذكرياتهم، ماضيهم وحلمهم ومستقبلهم، من سواء كان ذلك فيما يتعلق بمنازلهم أو فيما يتعلق بمدرسة أبنائهم، المدرسة الوحيدة في المنطقة والتي أيضا تخدم تجمعات أخرى غير تجمع الخان الأحمر، 5 تجمعات أخرى. وبالتالي كان هناك شعور بالاستياء وبالغضب من ذلك. وكما ذكرت المواطنون عبروا عن أنهم لن يقوموا بذلك، وأيضا حتى وإن جاءت الجرافات للهدم أيضا سيقومون بمقاومتها والتصدي لها. بالإضافة إلى أننا نحن متواجدون في هذه الخيمة، دخلنا الآن الشهر الرابع باعتصامنا، والهدف من وجودنا هو الوقوف إلى جانب أهلنا في القرية الخان الأحمر الذين توعد وقال لهم الاحتلال قبل أشهر حينما بدأ في المرحلة الأولى بالتخطيط لهدم القرية، قال لهم أنكم ستكونون لوحدكم وأن لن أحد سيقف إلى جانبكم. نعلم أن الخان الأحمر بعيد يعني عن المدن، عن مراكز المدن وعن القرى وعن المخيمات، وبالتالي هو قال لهم أنتم وحيدون والأفضل لكم أن تتجاوبوا مع مخططاتنا وأن ترحلوا بدون مقاومة وأن ترحلوا بأنفسكم. ولكن خلال الأشهر الماضية ونجاح حملتنا من خلال حشد الجماهير على كافة الصعد الشعبية والرسمية من كافة المواقع أفشلت رؤية الاحتلال وما كان يطرحه الاحتلال، فبالتالي يأتي مرة أخرى ويقول لهم أن يخرجوا بدون تصدي أو دون مقاومة، حتى كما ذكرتم يقول للعالم أن هذا ليس بالتهجير القسري وليس بالترحيل القسري وهذا ليس بجريمة الحرب. المواطنون يعون كل هذه السياسات ويعبرون عن رفضهم، ونحن موجودون معهم كي نقف إلى جانبهم ونتصدى للاحتلال وجرافاته. إذن حملة الدعم لأهالي الخان الأحمر ربما أتت ثمرها سيد عبد الله، ولكن ما هي الخيارات أمامهم إذا أصرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على الهدم بالقوة؟ نعم، أولا نحاول الآن إلى جانب الأهالي في القرية أن نكون موجودين بالمئات بل بالآلاف،
وبالتالي إذا ما استخدم القوة نحاول جاهدين أن نضع أجسادنا أمام منازل المواطنين، أن نتصدى للجرافات، وطبعا بإمكان الاحتلال استخدامه لهذه القوة، ولكن كما ذكرت بوجود كل المؤسسات الإعلامية والتي ترصد هذه الجريمة في القرن 21، وبالتالي سيكون ذلك كدليل على أنها هي جريمة حرب. فبالتالي نملك أن بإرادتنا بحشودنا بوحدتنا أن نقف أمام الجرافات وأن نتصدى للجرافات، على ذلك أيضا أن يحرك مشاعر العالم وأن يكون هناك ضغوط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة. ومن ثم أيضا إذا ما أقدم واستمر، نحن نحاول في المرحلة الأولى العرقلة، نحاول تصعيب المهمة، نحاول كشف الجريمة، نحاول بذلك إفشالها إذا ما نجحنا من خلال ذلك، وكل ذلك يصب في أن الاحتلال هو المجرم وهو الذي سيقتاد أو سنقتاده إلى المحاكم الدولية. كل ذلك طبعا من خلال أننا لسنا باليوم الأول كما ذكرت 3 أشهر وندخل الشهر الرابع، وأن ساعة الصفر هي كما في الأمر الذي جاء والذي وزع اليوم هو 1 أكتوبر، وبالتالي نحن متواجدون، ولكن نسعى ونخطط أن يكون الأعداد الغفيرة في 1 أكتوبر، ولكن أيضا ليس فقط على صعيد الاعتصام في داخل الخيمة، وهناك قلنا إنه البعض يصعب وصوله إلى الخيمة من المناطق البعيدة المسافات التي كما هو في الشمال أو في الجنوب، ولكن قلنا بأنه يمكن أن يكون هناك حراك شعبي في كافة المواقع، وأن ذلك هذه الجريمة لن تقتصر الدفاع فقط على من هم متواجدين في الخيمة، سيكون هناك بالفعل تحرك على مناطق الاحتكاك، ويمكن أن يقود ذلك ياعي الاحتلال إلى انتفاضة وإلى هبة شعبية وجماهيرية سيكون نتائجها على الاحتلال ليس بالإيجاب كما هو يتوقع، سيكون نتائجها وخيمة وسلبية عليه. ابقى معي سيد عبد الله، ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الله البحش أحد المشاركين في الاعتصام. أهلا بك معنا سيد عبد الله، ولو تصف لنا مشاعر أهالي الخان الأحمر بعد البيان الصادر اليوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهالهم إلى آخر شهر سبتمبر الحالي وهدم منازلهم بشكل ذاتي. نعم، اليوم صباح اليوم اقتحمت مجموعة من الجنود والإدارة المدنية منطقة الخان الأحمر وقامت بتسليم بلاغات لأهالي قرية الخان الأحمر لإخلاء وهدم منازلهم وترحيلهم حتى بداية الشهر القادم. لكن هذه قرية الخان الأحمر لم يتعاملوا أو يتعاونوا مع الجنود ولم يعطوا أي اهتمام لهذه البيانات، هم مصممون على البقاء داخل بيوتهم، مصممون على البقاء داخل أراضيهم. الالتفاف الشعبي الكبير والجماهيري في منطقة الخان الأحمر كان قويا ومساندا لأهالي قرية الخان الأحمر، ما أعطاهم أمل في البقاء وعدم الرحيل والصمود والتحدي أمام قوات الاحتلال، رغم أن هذه القرارات هي صدرت عن المحكمة الإسرائيلية التي يكون فيها القاضي بطبيعة الحال هو مستوطن وجميع أعضاء هذه المحكمة هم مستوطنون، لذلك القرار النهائي مؤكد أنه كان سيصدر لصالح المستوطنين وصالح الحكومة الإسرائيلية. إذا نفذت قوات الاحتلال هذه التهديدات سيد عبد الله وقامت بهدم منازل الأهالي وقامت بهدم المدرسة الوحيدة في القرية، ما هي البدائل أمام الأهالي؟ إلى أين سيذهبون؟ نعم، الأهالي الآن هم لا يفكرون بالرحيل ولا يفكرون بالهدم، لكن إذا ما تم قامت الحكومة الإسرائيلية بهدم هذا التجمع هم مصرون على إعادة البناء والبقاء والمكوث في هذه الأرض. هم قالوا إذا هدموا مرة سنبني الثاني وإذا هدموا الثالثة سنبني الرابعة، كما يحصل في قرية العراقيل في النقب تم هدمها ما يقارب 120 مرة، لكن الأهالي قاموا بإعادة بنائها من جديد كل مرة يتم فيها الهدم. الأهالي هنا في قرية الخيان الأحمر زيهم إصرار عزيمة عالية، المعنويات مرتفعة جدا جدا جدا، الالتفاف الشعبي يعطيهم دفعة أمل ودفعة شعور بالانتصار والبقاء على هذه الأرض. كنا نذيع صور منذ قليل سيد عبد الله لبعض تلاميذ مدرسة الخان الأحمر ويرفعون
لافتات تطالب بعدم هدم المدرسة وعدم هدم المنازل. صف لنا كيف تبدو العملية التعليمية، هل بدأ التلاميذ في الدراسة بالفعل، وما هو البديل أيضا إذا هدمت هذه المدرسة؟ أول شيء المدرسة تم بنائها من الإطارات المطاطية، إطارات السيارات المطاطية، تم بنائها في منتصف الليل من ما يقارب قبل بضع سنين حتى تقوم قوات الاحتلال بهدم هذه المدرسة ويكون لهم حجة في هدم هذه المدرسة إذا ما كانت مشيدة من الحجار أو من الطوب. فإذا قام الأهالي ببنائها من الإطارات المطاطية، إطارات السيارات، الصفوف صغيرة جدا ومكتظة، وبالنهار عندما انقطع الكهرباء بما أن القرية الخان الأحمر لم يتم تزويدها بالكهرباء من قبل الحكومة الإسرائيلية بحجة المنع، تكون درجات الحرارة عالية جدا داخل هذه الصفوف، إلا أن الطلاب يأتون إلى هذه المدرسة من 5 تجمعات محيطة في قرية الخان الأحمر، يقطعون مسافات طويلة، هناك بعضهم يسلك ممرات المياه العذبة من تحت الأرض حتى يصل إلى هذه المدرسة. الأهالي هنا مصرون على إكمال الأطفال للتعليم، الطلاب مصرون على التعليم، يأتون بالرغم من كل تهديدات الإسرائيلية والحصار الذي يفرض، الإغلاقات التي تفرض على محيط القرية، إلا أنهم يأتون كل يوم لإكمال مسيرتهم التعليمية غير مبالين بقرارات الاحتلال الجائرة والعنصرية بحقهم. هذا يدل على أن نحن شعب يحب الحياة، شعب يسعى للتعليم، بما أن ويعتبر أن التعليم هو أحد الأسلحة التي يتم بها ومن خلالها مواجهة الاحتلال، إلا أن الاحتلال يحاول القضاء على حلم الأطفال بالدراسة وتكميل مسيرتهم التعليمية. عبد الله البحشة أحد المشاركين في الاعتصام، أشكرك شكرا جزيلا، وأعود إليك سيد عبد الله أبو رحمة من الخان الأحمر. سيد عبد الله، رغم كل حملات التضامن ورفض هدم منازل أهالي الخان الأحمر، الحكومة الفلسطينية اليوم كان لها تصريح برفض تهديد أهالي الخان الأحمر، إلا أن الاحتلال ما زال مصر. ما تفسيرك لإصرار الاحتلال على هذا النحو هذه المنطقة تحديدا؟ يعني الاحتلال منذ سنوات بدأ يخطط للسيطرة على هذه المنطقة بالكامل فيما يسمى بمخطط إيوان، والذي يسعى من خلاله إلى أن يكون هناك ربط ما بين المستوطنات وخصوصا كبرى مستوطنات القدس معالي إدوميم مع مدينة القدس، وأيضا هناك يحاول أن يكون تواصل ما بين على شكل هلال لسلسلة من المستوطنات والبوار الاستيطانية، بداية من منطقة البحر الميت وما تسمى بمستوطنة فيرديا ريخو إلى مستوطنة متسبية ريخو إلى مستوطنة كفار إدوميم ومشور إدوميم ووصولا إلى معالي إدوميم وما بينهما من مستوطنات وبوار إبرات وألون وغيرها. هذه المنطقة أيضا الاستراتيجية والتي يوجد فيها العديد من ينابيع المياه، والتي هي منطقة جذب سياحي وصولا إلى منطقة البحر الميت، وبالإضافة يسعى إلى أن تكون امتدادات القدس الكبرى متواصلة ما بين القدس حتى منطقة البحر الميت. هذه المنطقة يوجد فيها، نحن نتحدث الآن عن قرية الخان الأحمر، ولكن يوجد أو يعيش فيها ما يقارب 45 تجمع بدوي آخر، وهذه التجمعات منتشرة على ما مساحته 1000 كيلومتر مربع، أي 20% من مساحة الضفة الغربية، والتي كما ذكرت هي يسعى الاحتلال إلى ربط المستوطنات، توسيع نفوذ المستوطنات، وعمل مشاريع سياحية أيضا، وبالإضافة إلى مشاريع ومناطق صناعية وصولا إلى السيطرة الكاملة والتوسع الاستيطاني. يسعى من خلال ذلك أيضا إلى تفريغ هذه المنطقة من السكان ومن العشائر البدوية، ومن ثم عزلها عن محيطها العربي الفلسطيني، ومن ثم حرمان الفلسطينيين ليس فقط السكن إنما المرور. هناك شارع تاريخي استراتيجي يصل ما بين مدينة عمان والقدس منذ مئات السنين موجود هذا الشارع، سنحرم من السير عليه وستوضع البوابات، فقط يسمح للإسرائيليين أو للمستوطنين من السير عليه. وأيضا
لقتل أي حلم بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، سواء كان ذلك بتدمير وقتل حل الدولتين أو بإنشاء تواصل لإقامة دولة فلسطينية، لأن هذه المنطقة هي تقع في منتصف الضفة الغربية، وسيتم من خلال السيطرة التي شرحتها عزل شمال الضفة ووسطها عن جنوبها. هناك ممر نفق يسمح للفلسطينيين بالسير من خلاله، يوجد عليه بوابة جندي إسرائيلي واحد فقط يتحكم ويمكن إغلاقه، وبالتالي من خلال ذلك التأثير على الخان الأحمر بصورة مباشرة وعلى الكل الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني بصورة عامة من خلال هذا المخطط. لهذا نجد أن الكل يلتف حول إنقاذ الخان الأحمر، لأنه بترحيل الخان الأحمر وبهدم الخان الأحمر سينطلي ذلك وسيكون سهلا على الاحتلال في الإكمال مع بقية التجمعات، ولكن نحن نسعى لإفشاله حتى نحمي بقية التجمعات وحتى نفشل هذه المخططات التي تحدثت عنها وعن مخططات الاحتلال بالسيطرة على المنطقة بالكامل. كيف تقيمون رد الفعل الدولي على هذه القضية، هذا التهديد المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم الخان الأحمر، وهذه الوقفة الصلبة من جانبكم وهذا الاعتصام على مدى الأشهر الماضية؟ يعني على الصعيد الشعبي نحن يشاركنا منذ اليوم الأول مجموعة من المتضامنين الدوليين ويتواجدون معنا في الخيمة، وكان ما تحدث عنه الإعلام المتضامن الفرنسي الذي تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي قبل حوالي 10 أيام وتم الإفراج عنه، وهو فرانك البروفيسور في القانون الدولي، هذا شاهد على ذلك، بالإضافة إلى أيضا أن هناك مجموعة من نشطاء السلام الإسرائيليين يتواجدون، ولكن للأسف أعداد قليلة. لكن على الصعيد الرسمي نجد أن هناك يعني تقدم في الموقف الأوروبي، سواء كان ذلك ما جاء في البيان الأخير للبرلمان الأوروبي أو بعض دول الاتحاد الأوروبي ومتمثلا بموقف الفرنسي والبريطاني والإيطالي، بالإضافة إلى الموقف أيضا البلجيكي والسويدي والبولندي والهولندي في هذا الموضوع. هناك طبعا تهديد من الاتحاد الأوروبي، لأنه أيضا كما ذكر زميل قبل قليل أن هذه المدرسة المبنية بطريقة بدائية من إطارات السيارات ساهمت إحدى المؤسسات الإيطالية في بنائها، وبالتالي هناك موقف واضح. نتمنى أن يرتقي هذا الموقف في الدول العربية، أن يكون هناك بالفعل تلويح أو ضغوط، بالإضافة إلى دول العالم الإسلامي أيضا، لأننا نتحدث هنا عن بوابة القدس الشرقية وما تعني القدس والمناطق المقدسة والإسلامية والأقصى، فبالتالي إذا ما سيطر الاحتلال عليها هذه المنطقة هذه البوابة سيكون هناك إحكام للسيطرة على كل القدس وفصل لها بالكامل عنها، فبالتالي نتمنى أن يرتقي هذا الموقف على صعيد الدول أيضا صاحبة القرار والنفوذ في العالم، أن يكون هناك ضغط على الاحتلال لتنيه عن هذا القرار. شكرا جزيلا عبد الله أبو رحمة، منسق حملة أنقذوا الخان الأحمر، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مقر اعتصام أهالي الخان الأحمر. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام المسائية، نشكركم على تفضلكم بالمتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله في مسائية جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.